كشف تقنيون عن وجود العديد من الثغرات في برنامج الاجتماعات الافتراضية زوم قد تؤدي إلى سرقة الحسابات وتنفيذ الأوامر عن بعد على أجهزة المتصلين. وتتمثل التهديدات كسرقة كلمة السر للحسابات النشطة على الجهاز وتنفيذ الأوامر عن بعد، مقترحين أيضا عدم الضغط على أي رابط يتم نشره في المحادثات خلال عقد الاجتماعات. كما ينضم إلي الباحث التقني ياسر الرحيلي. ياسر، مساء الخير. في البداية، ما هي الثغرة المكتشفة في برنامج زوم وما مدى خطورتها؟ الثغرة المكتشفة هو الأسبوع هذا ما كان أسبوع جيد لزوم. كانت العديد من الثغرات تم اكتشافها على العديد من الأنظمة تختلف درجة خطورتها. يمكن كانت الأخطر فيها اللي هي المتعلقة بزوم على أنظمة ويندوز، والسبب في هذا أنه استغلالها كان سهل وتحتاج فقط ضغط رابط لاستغلال هذه الثغرة. ياسر، يا ليت توضح للمشاهدين وش هو برنامج زوم هذا. برنامج زوم برنامج خاص بالاجتماعات المرئية عن طريق الإنترنت. طبعا برنامج زوم الفترة الحالية أخذ كثير من الأضواء بسبب يعني اعتماد كثير من الجهات على العمل عن بعد، وكان هو البديل الأسهل والأسهل للناس، وحظى بشهرة كبيرة. يعني في خلال أيام أو أسابيع عديدة قليلة وصل زيادة عن مستخدمينه السابقين يمكن حول 100 مليون مستخدم. فالبرنامج يعني حصل على شهرة كبيرة لسهولة استخدامه، وعادة البرامج اللي تحصل على شهرة سريعة ومستخدمين كثيرين عادة تكون هي هدف للمخترقين. المخترق ما يستهدف برنامج أو عادة يعني ما يحبذ استهداف برامج اللي ما لها مستخدمين. لما يبغى يستهدف برنامج له يوزرز أو مستخدمين كثير بحيث أنه يخلق تأثير. فزوم كانت فيه هذه المواصفات من ناحية أنه عدد المستخدمين كثير، كانت فيه عدة مشاكل أمنية كما ذكرت، في بعضها متعلق بالويندوز وفي بعضها متعلق بالبرنامج بالعموم. يعني بعد الأزمة هذه ياسر بدأت الشركات تعمل اجتماعاتها عن طريق هذا البرنامج، فزادت الشعبية والشهرة لهذا البرنامج عند العديد من الشركات مما أدى إلى استهدافه من قبل المخترقين. طيب هنا سؤال يا أستاذ ياسر، كيف يمكن حماية البيانات من أي تعرض لاختراق لها في هذا البرنامج؟ أول شيء ترى هو ما هو بس اللي يستخدمونه حاليا للشركات. الآن مع وضع الحظر والحجر المنزلي صار كثير من الناس يستخدمون استخدام شخصي، عوائل كثير تجتمع عن طريق زوم الحين. يعني هو ما يستخدم فقط للشركات، هو يستهدف الجميع. طيب فكمستخدمين يعني متضررين منه كثير، لكن أحب أوضح شغلة أنه البرامج عادة تجي فيها ثغرات ويتم إصلاحها. زوم الثغرات اللي كانت موجودة فيه تم إصلاحها، نعم، اللي تم المستخدم تم إصلاحها ونزلت نسخة قبل أمس 4.6.9. هذه النسخة فيها حل تم كل الثغرات، فما في أي شيء من ناحية ثغرات يقلق من ناحية برنامج زوم من ناحية ثغرات، لأنه هو المشاكل الأمنية في زوم أقدر أقسمها ثلاثة أنواع أو نوعين أساسية. في أشياء متعلقة بثغرات موجودة في النظام نفسه، وفي أشياء ثغرات متعلقة بإعدادات البرنامج. الثغرات اللي موجودة في النظام تم حلها، يعني يكفي أنك أنت تنزل النسخة الأخيرة اللي هي 4.6.9 على الويندوز وعلى الماك، كذا بيحميك أنت كذا بإذن الله، يحميك من الثغرات اللي في النظام. لكن يظل في ثغرات ثانية، هذه تعتمد على إعدادات المستخدم. مثلا لما تيجي مثلا عائلة تسوي اجتماع عن طريق زوم، واضح أستاذ ياسر الرحيلي الباحث التقني، شكرا جزيلا لك.